ويتقدم الآن ويرسل كرة سليمة وجميلة وفيها مرور للأمام والمحاولة قائمة الآن والتسديدة موجودة من جانب إبراهيموفيتش، لكن مرت وعدت وتحولت إلى الخارج لأن تكون فرصة ثمينة لفريق نادي ميلان. العرضية كانت مثالية من جانب اللاعب المتقدم، شايف المرور؟ لا والله، حتى فلاميني موجود، يعني فلاميني موجود. التشكيلة تمام في قائمة البدلاء، حدث ذلك في المباراة الماضية، يحدث ذلك في مباراة اليوم. لدينا محاولة الآن تحولت للملعب لميلان، لعب لتورينو بمناسبة بيلي، ولكن ربما القصد في جورج ويا طبعا الليبيري الذي قال في شوط المباراة الأول. لكن إبرة على التنفيذ يتقدم الآن ويسدد، وكرة ملعوبة من قال لن أبيعه بأقل من 50 مليون يورو. كم اشترى؟ ما ظن في دفع فيه 5 مليون. آتي محاولة موجودة من فلاميني، لمس الآن إلى إبراهيموفيتش، منتظر ما هو أكثر في مباراة اليوم. الكرة بالفعل عند إبراهيموفيتش وإرسال الكرة بهذه الصورة، وحكم المباراة أشار لاستمرار اللعب. النجم الذي يغيب عن مباراة اليوم بداعي الإصابة. كرة باتجاه إبرا، نقل الكرة بهذه الصورة والتسديدة موجودة. فلاميني الكرة استقبلها إبرا وأرسلها في الجهة الأخرى والتسديدة كانت قوية. أفضلية بهدف ليباتو، شوط ثاني حقيقة، وهذه كرة بالرأس موجودة من إبراهيموفيتش في إيطاليا. هذه محاولة فيها مرور الآن للأمام، انطلاقة جيدة تبدو كذلك، وكرة خطيرة وفرصة جول فيها حكم المباراة. احتسب ضرب الجزاء، تاز خذوا هات، فكر كذلك وأخذ الكرة بهذه الصورة وتقدم بعد ذلك وجاءت. لكن إبرا خامس أهدافه، يتقدم الآن يسدد جول. وإبراهيموفيتش يعيد ميلان مرة أخرى إلى التقدم. سلامات لإنزاغي، 37 سنة والبرد، وبالتالي يتقدم ميلان مرة أخرى. كنا نتكلم على أن ميلان في وضعية تتيح له التقدم، التقدم جاء من ضرب الجزاء، وبهذه الصورة إبراهيموفيتش الذي أقال مرة أخرى أن ميلان أعاد لي الابتسام، وودعت بالتالي الطريق لأن تكون حاضرة في النهائيات الأوروبية القادمة. ترسل إلى سيدورف، محاولة قائمة للأمام، ما في تسلل، عطها إبرة قصيرة، كرة موجودة، يا الانطلاقة بعد ذلك جاءت من إبراهيموفيتش، لكن الكرة كانت قصيرة بالفعل. تغطية ممتازة من جانب الأرجنتيني مونوز، مستوى. ولاحظ الكرة الآن للأمام، يا سلام، تنقل وتلعب، ولاحظ المرور الآن لإبراهيموفيتش موجود في المكان السليم، نقل الكرة بهذه الصورة، الكرة تذهب إلى ضربة مرمى وليس إلى ضربة ركنية. لدينا دقيقة هي كل ما تبقى من عمر وزمن هذه المباراة. شايف اصطدت في إبرا وكان يقدم بثلاثة أهداف بدأها باتو المصاب الذي ترك الملعب، ثم عن طريق هذا النجم من ضربة جزاء صنعها أمبروزيني، وبعد ذلك يأتي اللاعب روبينيو بصناعة إبراهيموفيتش ويسجل. ولاحظ الكرة الآن الملعوبة وحالة مكان إبراهيموفيتش جاهز للدربي. نعم إبرا جاهز للدربي، هكذا يعطي الإشارة لكل المحبين، محبي الروسينيرو. لكن اللقاء سيكون لقاء كبيرا جدا، ولا أحد يستطيع أن يتوقع كيف يكون ديربي يوم الأحد. التحية مع المدرب السيد إليغري، والتحية مع الأنصار والمحبين.